السلام عليكم إخوان أخوات السلاليين يا سيدي علي البحراوي، خصوص أيت علي الحسن وأيت مالك. حقيقة من 2014 أنا حلفت ما نهضرش في هذا الموضوع ديال السلاليين، وتاف جميع لي باج ديالي وفي جميع بزاف ديال الحوايج لا تاع الموقع التواصل الاجتماعي قررت أنني ما نهضرش لعدة أسباب. ولكن لاحظت هاد الايام التطاول على لي باج ديالي وعلى لي جروب ديالي، وكاين اللي باغي هاكيهم. ولكن بغيت نقول لهداك السيد اللي باغي يدي هذاك الجروب ديال ايت علي والحسن، راه ماشي وخف واخا نقدر نبيبلي بالسميه ديالي، ولكن الادمنستراتور سي اوتر شوز. يعني راه هذاك الشيء راه درت لي حساب وشحال هادي، وما باغيش نخلي لي نمنع لي بيبليكاسيون وخا تنسيبريمي شي حوايج، حيت تنبغي دائما هذاك الجروب هذاك هو ديال ايت علي والحسن يبقى ديال ايت علي والحسن، يكتبوا فيه الناس ديال ايت علي والحسن. ولكن باش نولي نشوف شي حوايج انها تنسميها انا شي حوايج اللي هي صبيانيه تبقى تبيبليها، بحال غادي نديروا بحال دوك الوقفات العشوائيه، الوقفات اللي موراها اهداف اللي عندها اللي مخدومه بالتيليكوموند، ماشي وقفات اللي مبنيه على اساس واللي عندها واحد الانطلاقه وعندها واحد الغيره والناس منطلقه من الذات ديالها، ولكن الناس اللي تتنطلق بالتيليكوموند تتنطلق تيقولوا ليه خويا شوف كيفاش دير لنا واحد شي شويه ديال الصداع باش نحلوا شي مشاكل اخرى الله يرحم بها الوالدين. هادشي راه عيب وعار، وهادشي ما خصوش يبقى يتلعب في الملف ديال السلاليين ديال ايت علي والحسن. ولكن ما قلت لكم من 2014 تقريبا من الايام اللي كان فيها القائد محجوب متانع تمتينع كلي باش ما نبقاش نهضر على السلاليين، لان طراو بزاف ديال الحوايج اللي شفتهم قدام عينيا وفي الحقيقه ما عجبونيش، واللي خرجوا من الدوار ديالي اي طيب وما عجبونيش نهائيا. ومن تمايا عرفت بان الناس اللي تتناضل في الملف ديال السلاليين ايت علي والحسن عندها مجموعه من الاهداف، وتنقولها مجموعه من الاهداف، ان الملف اولا ما يتحلش يبقى فيه المشاكل ديال النزاعات ديال هذا سلالي هذا ماشي سلالي، وهما اللي تيديروا هذه الاشكاليه. غنبقى نشرح هذه النقطه بالضبط بالنسبه لدوار ايت بوطيب، لانني واحد الوقيته شديت اللوائح ديال ايت بوطيب باش يكونوا اللوائح فيهم الناس ديال ايت بوطيب، وكتلقى وانا هادو تنقولها مسؤول عليها، لانهم حاولوا يعطيوني كونترير ديال هاد الناس، لانهم هذيك هضره حاولوا يديروا لها الاشاعه. انا كنت نحاول نلقى توافق ما بين الناس ديال ايت بوطيب والناس اللي تيقولوا هما دوار دكاله، تلقى توافق باش نلقى داك التوافق ديال ثلاثه الخيام اللي كانوا تيتسايروا مع القبيله ديالنا باش نحلوا هذا الاشكال هذا باش تكون الامور على ما يرام. اذا بك فاجئ لقيت اللي بديت في اللوائح في الجرد ديالها وفي الزياده ديال الناس اللي وصلوا 18 عام، تنتفاجئ بشي اسماء اللي هي غريبه كيعطيوني نقيدو، بغاو يستغلوا داك عدم المعرفه ديالي بالناس باش نتقيد شي وحدين. وانا هنا غنكون صريح انا في هذا الفيديو هذا باش نخرج شي حوايج اللي يمكن اغلبيه ما عمرهم سمعوا. اول حاجه تلا جوج ديال الاسماء ديال عيالات مزوجين بسلاليين من عندنا من ايت بوطيب، كل واحد كل امراه منين جايه، ولكن بحكم انه تيسهر على الملف خصنا نقيدو مراته. كان عندي اعتراض شديد على هذه النقطه هذه، وهذه النقطه هذه هي اللي جبدت لي الصداع باش غنولي واحد الانسان غير مرغوب فيه. زائد النقطه الثانيه اللي غادي تزيد تكمل وغادي نلقى الطرد النهائي من طرف ايت بوطيب، وغادي نلقى انهم غادي يديروا عليا الاشاعه ديال انني ما باغيش نلقى حل مع الناس ديال ثلاثه الخيام اللي تنهضر عليهم. ما تهضرش على دوار دوكا كامل، تنهضر على ثلاثه الخيام اللي كانوا تيتماشاو مع جدودنا
واللي كانوا تيخلصوا الترتيب علينا فهمتيني، واللي كانوا ما غادي نبقى نشرح بزاف ديال الحوايج. هاد الشيء اللي تعرفوه الناس كبار، اغلبيه حنا ما تنعرفوش، ولكن انا بحكم التواصل ديالي مع الناس كبار عرفت بزاف ديال الحوايج. ما عليناش، النقطه الثانيه اللي غادي تفيض الكاس هي تسجيل ديال واحد العائله اللي عن طريق كمحاباه لها، لانهم تيستافدوا منها واحد مجموعه ديال الاشخاص في العائله ديالنا ديال ايت بوطيب، تيستثمروا فيها بهذه الطريقه. يعني بلا ما نبقى نذكر شي حوايج، لان بحال هذه المسائل تقدر تجر شي حوايج اخرى. هذه العائله هذه كامله على قدها، هي من ايت عبو، باش نعطيكم واحد سميتو، ولكن بقدره قادر ولات من ايت علي والحسن، هذا هو اللي. وهذه العائله هذه فاش رفضت انا التقييد ديالها، واحد من الناس ديال العائله قال لي هذه غير دوزها وما يكون غير خاطرك. فانا تنعقل مزيان، كنا تنتمشاو، قلت ليه هذا ما غيكون غير خاطرك كون ما كنتيش ولد عمي، وما يستحقش يكون ولد عمي، كون راه حسبتي سنانك في يديك. هذه من بين الاشياء اللي غتجعلني انا واحد الانسان غير مرغوب فيه في ايت بوطيب نهائيا، وغادي يبدا مرحله اخرى. وما انه بحال ديك اللعبه ديال انا شدتني واحد الوقيته النفس، وتنبغي نكمل حتى لاخر رمق، ولكن في الحقيقه في القضيه ديال ايت بوطيب في الحقيقه انا تنعترف انني انهزمت، لانه فعلا كاينين فيهم واحد الاشرار فعلا اللي الخبط ديالهم ما يقدرش يقدر عليه حتى شي واحد. انا ناكد لكم انه الا جا ترامب لايت علي والحسن يقدروا ايت بوطيب وشي قبائل جاوا بعدنا، الله يعطيهم البركه، يقدروا يحمقوا ويقدر ما ينجحش كاع في انتخاباتي اللي ترشح. المهم هادشي اللي هذا هو اللي المفهوم اللي بغيت نوصل. من بعد ذلك بدات المناورات باش يلقاو شي حد اللي تقريبا فيه المواصفات ديالي ويحطو. فكان الاتفاق، لان دوك الناس اللي تنهضر عليهم تيجيهم فؤاد اللي هو ولد عمي قبادي، فكان الاتفاق على انه فؤاد، وانا ما نكذبش انا خديتها بواحد سعه صدر رحب، لان فؤاد تنعرفو مزيان وعاشرتو مزيان، وتنعرف الطريقه ديالو في النضال، وتنعرف بزاف ديال الحوايج، فكنا بحال يعني ما كاينش اشكال. انا بالنسبه لي ما كاينش اشكال، ولكن ممكن هما بالنسبه ليهم تيقولوا كاين اشكال. هنا انا ما فراسيش بان غدير انتخابات، ما فراسي حتى شي حاجه، دازت الامور صافي. من سمعتها من بعد قلت اللهم يسير، الا انه فؤاد والدهاء ديالو بحال كان تيساير القايد، ولكن وصل معاه لواحد النقطه وبغى يقلب عليه الماتش. يعني تلبيه لرغبات هذيك المجموعه الخبيثه، لانه ما خدمش عقله الحقيقه، ما خدمش عقله وما حاولش يستغل واحد الفرصه اللي كانت غتحل واحد الاشكاليه، لانه بحكم انه شاب محنك قاري كانت عنده واحد الفرصه في الحقيقه اللي يثبت راسه اولا، ومن بعد يشوف الامور ديال كيفاش غيسير راسه هو، وما يتبعش دوك المبرزيطين راه كاين فيهم اللي كان تيمشي ياخذ 4000 ريال غير باش يوصل الهضره، اش كيفاش غنجتمعوا شنو غنديروا شنو غنقولوا. راه كاين فيهم اللي كنت انا تنمشي معاهم، وكان الشيخ الله يرحمه تيعطيني الفلوس باش نديروا المازوط، وباش سميتو تيقول لك نتغداو. تصور معايا واحد تيمشي للخميسات وترجع للكاموني تيقول لك نتغداو عاد نمشيو لديورنا. يعني شي حوايج ما لقاوهمش اخويا، غنخسروا مسائل فلوس في الترونسبور مثلا ونرجعوا ماشي مشكل، وخا تستغلنا طوموبيل الاسانس تمشي ب 150 درهم ولا 200 درهم. يعني ما نهضروش على هذا الشيء، نقدروا نقولوا عنده الفيدونج، عنده بزاف ديال الحوايج، انا بالنسبه ليا شي ما باغيش نهضر عليه. هذه بالنسبه للنقطه ديال ايت بوطيب اللي خلاتني ما نهضرش على الملف ديال السلفيه. النقطه الثانيه هو انكم لاحظتوا وتابعتوا كيفاش كان
النضال في الملف ديال السوريين، واللي ابتدى من مورا الاغلاق ديال مطرح النفايات في وجلت في 2011 حتى 2014. كانت المسيره غدا مزيان، وبدينا تنحقوا مجموعه من النقط، كانت غدا مزيان. حتى الوقفات تنعرف ما كانوش تيكونوا فيها الناس بزاف، تتكون فيها ديك 600 500 شي بعض مرات 100 كل مره، ولكن كانت تكون وقفات منظمه وما تتسيرش بالتليكوموند. يعني الا جبنا الناس ما تنستغفلوهمش، وعندنا اهداف اخرى. فهذيك اللحظه من الزهر اللي عندنا ترى واحد الاشكال ما بين العامل ديال اقليم الخميسات حسن فاتح وما بين حسن الفيلالي. وهذاك الاشكال حسن الفيلالي ما عنده حتى شي حل. احنا ما انا في الاول ما فهمتش، ما عنده حتى شي حل باش يحل المشكل ديالو من غير واحد الملف اللي داير ضجه باش يدير لابريسيون على العامل. لان العامل ديك الساعه بحال تقول تحالف مع الناس اللي دخلوا للبار، ولا ضد حسن الفيلالي. بلا ما نشرح بزاف ديال الامور كيفاش ولا ضده، وكيفاش ولا كيفاش بغى يحيد لي واحد لو بوفوار اللي كان عنده، لانه كان تيستغل بزاف ديال الصفقات في اقليم الخميسات. كان تي زعما بحال تقول واحد بالزوله وبغى يحيدها لي، لان عرفوا انه فعلا واحد الانسان اللي ما اللي تيحفر ليه، وانه لا حيد لي ديك البزوله غيدخل معاه صداع كبير. وفعلا دخل معاه صداع كبير، باش نكونوا واقعيين، فعلا دخل معاه صداع كبير. وحسن الفيلالي تحدى حسن فاتح، واستطاع في الاخر انه يطيره بتدخل من طرف شي حاجه اللي كبيره عاوتاني. المهم جاب ليه كيفاش كركبوا. يعني هو في داك التوقيت خص حسن الفيلالي يدير واحد الزوبعه. هذيك الزوبعه كيفاش غيديرها؟ غادي يستغل الملف ديال السولاديين. وبحكم تعرفني انا مزيان، تعرفني بانني ما غاديش نتقيد ليه، وما غاديش نمشي معاه في الخط ديالو، وما غنقضيش ليه الغرض ديالو. فاضطر انه يدس لينا في الاول واحد العناصر. هذيك العناصر جات بريئه في الاول، كانت تكون في الصفوف الاخيره. هذيك العناصر كانت تكون في الصفوف الاخيره وما تعرف حتى شي حاجه. فاش دست ديك العناصر بدينا تنحسو من بداو تيدارو شي قرارات حنا ما متاخدينهمش، بحال التبرع في السوق، بحال بزاف ديال الحوايج، بحال نمشيو للقصر الملكي، بحال حنا المنشآت العمومية تنبعدو عليها البعد التام، ما تنقربوش ليها. الا غندير وقفة تنحدد الزمان وتنحدد المكان وتنحدد التوقيت ديال الوقفة وشكون والنتيجة ديال الوقفة. يا اما الشيء على مستوى العمالة، يا اما اي حاجه مهم نتيجه تنخرجوا بها، تمشيو بحال هكا، تناخذوا نقطه بنقطه، ما تنحرقوش الاوراق كامل. ولكن من بان ليا الناس تتستغفل الناس وتتقضي الغرض للناس، والحمد لله راه كان عندنا واحد رئيس الدائره ديك الساعه سي كمال، الله يذكره بخير، راه باش بوزنيقه على ما اظن مؤخرا، دابا راه ما عرفتش فين، وتيبدا تيكون انا تنقولها شخصيا من احسن رجال السلطه اللي شفت في الاقليم، هو هذاك السيد هذا. وانسان محنك، وحل بزاف ديال المشاكل في المنطقه ديال الغرب الناس السلاليين. ولكن حتى هو حيت ما غاديش يقبل بهذا الشيء يكون في الملف ديال السلاليين، ما غاديش يبقى تيفلت، وغيجيبوا لنا تبارك الله واحد رئيس الدائره اللي تيتسطى على عرشان وتيتوفى عليه. وهذاك السيد هذاك راه جلست معاه بواحد النهار وما عرفنيش عرشان، وما عرفني حتى شي واحد، ودخلت صحة وسمعت كيفاش باغي يبيعوا الارض لعرشان وداك الشيء. وانا تعجبني الريح، انا ما نكذبش عليكم، انا هذوك الاجتماعات تنريح فيهم، تناخذ النقط اللي بغيت، تنفهم، تنستوعب، تمشي بحالاتي. ما عليناش، نكمل لكم القصه. هذوك الناس تيديروا الصداع باش تيتخلق واحد الوضعيه، باش العامل تيتكرياو ليه مشاكل، لانه عنده حساب كما قلت مع حسن الفيلالي، اللي هو الغايه ديالو هو انه يغطي على الاخطاء ديالو
يصيب داك العامل الله يعاونو، ولكن شكون اللي ضاع؟ ضاعوا السودانيين طبيعة الحال. هنا مرمية الفرس ربحت جوج نقاط. النقطة الأولى خرج الملف النضالي من يد الناس اللي كانت ما تتساومش بالملف وباغا تحقق نقاط إيجابية، والناس شافت النتيجة ديال هادوك الدراري اللي ضحاو ومشاو للحبس ولات تخاف وما تدخلش. والدليل أنه من 2014 لحد الآن كاين حتى حاجة، على الرغم من أن من 2011-2014 قدرنا نحقو حاجة، كون عطاونا واحد شي شوية ديال الوقت 2014 كنا غادي نحقو رفع اليد، وخا حققنا الملكية وهذه تتكتب المناضلين الأولين، ما تتكتبش للناس المبرزطين والعشوائيين. كنا غادي نحقو شهادة الملكية، وشهادة الملكية كان عندنا بها غرض، كنا باغيين نعرفو غير لي بورن اللي كاينين دابا واش هما لي بورن اللي كاينين في الجريدة الرسمية، وراه عندي منها نسخة ديال اللي مصاوبينهم، اللي صاوبينها لي فرونسي ماشي مصاوبينها المغاربة. بغينا نشوفو غير هادوك لي بورن واش هما هادوك لي بورن، ولكن ما بقاوش شي يبغيو يعطيوك شي حاجة ولا يوريوك شي حاجة. من 2014 بحال انا ماشي واحد منهم، ولا عمري هضرت عليهم، ولا عمري على الرغم انني ضيعت سنوات سيدي علال البحراوي على هذا الملف هذا، وكان كان تيسحب ليا بحال هكا ما غاديش ندخل لهذا الشيء هذا، لانه العقليه ديال المنتخبين شنو تقول؟ انه واحد الانسان الا حلينا مشكل و 11000 واحد غتولي عنده واحد القوة انتخابية، وديك القوة الانتخابية يقدر يستغلها ويولي برلماني منافس. هذه هي الفكرة ديالو. أنا من بعد هذا الشيء كامل اللي طرا كنا تنتمناو على الأقل على الأقل على الأقل تخرج اللوائح النهائية ونشوفها. لحد الآن ما كاينة حتى شي حاجة. كنا تنتمناو نشوفوا العائدات ديال الاستغلال، غير نعرف شنو كاين. لحد الان حتى شي حاجه ما كاين. لذلك انا تنقول واحد الميساج لهذوك المبرزطين ولهذوك الناس اللي تينطلقوا بالعشوائيه وما تهضرش. انا عارف كاينين الناس يهضروا مزيان، وعارف ناس كاين عندهم غيره، وعارف ناس يعني ما تنقولش بانه، ولكن راه الملف لحد الان الى بقى في يد هاد الناس اللي تيتعاملوا بالعشوائيه واللي تيتحركوا بالتيليكوموند، راه ما عمرو غادي يوصل لشي حل. نزيدكم حاجة أخرى، الحمد لله شي بعض القبائل دارت نواب اللي دارتهم شباب، بحال إبراهيم السويكان، بحال تقولبوا حيت شي فيروسات ما صابهم ياكلوا من إبراهيم. غنقولها هكا، واخا أنا تنختلف مع إبراهيم في شي حوايج، في طريقة التفكير ديالو، في بزاف ديال الحوايج، في طريقة حتى الولاء ديالو شي بعض المرات لشي وحدين، ولكن هذيك الحياة ديالو الخاصة أنا ما غاديش ندخل فيها، واخا عندي اختلاف معاه في هذا الشيء هذا، وأنا تنقول ليه هنا مباشرة، ولكن تنحترمو في شي حوايج، أنه واحد الإنسان اللي يقدر يمشي معاك في واحد الخط، ويقدر بزاف ديال الحوايج، إلا شي حاجة بانت ليه فيها المصلحة راه غيمشي معاك، بل شي فيها المصلحة راه ما تيمشيش معاك. ولكن دوك الناس الاستغلاليين اللي في الاخر بغاو يقلبوا عليه البردعه، انا نقول لهم واحد القضيه، مشديتو تطريق كل مره معامل وما درتو شي حاجه وما عمركم غديروا شي حاجه، وهذاك الجروب ديالكم راه توسخ وما عارفش فين غادي يزيد. هادي الشيء اللي بغيت نعرف، فين 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 هاد الانسان غيبقى غادي بهاد الجهاله، وأنه يدعي أنه المؤمن الواري الوارع التقي، وهو في المكنون السدري ديالو تيحمل الغل وتيحمل الحقد وتيحمل كل شيء. فين بغيتو توصلوا؟ تانين غنبقاو بحال هكا؟ تانين هاد القبائل غيبقاو مشتين؟ لذلك أنا واحد الميساج غنقولو نيشان باش تعرفوا الملف ديال السودانيين إلا بقات مسيطر عليه داخل سيدي علال البحراوي، ومن طرف الناس اللي تيسكنوا في سيدي علال البحراوي ما عمرو غيتحل.
لذلك الناس اللي ساكنين برا سيدي على البحراوي ساكنين برا ساكنين اللي شويه العقل ديالهم تيتصادط مع الامور وتي ماشي تنحقر الناس سيدي على البحراوي، ولكن الناس الحاليه اللي مسيطرين في سيدي على البحراوي راه في الحقيقه راه ما عمرهم غادي يلقاو شي حل لهذا الملف. والدليل ها هو هذا، من 2014 ما تحققت حتى شي حاجه. لذلك الله يرحم به والدي اللي عنده غيره على الملف ديال السلاليين ديال القرعات اي تعليل الحسن، الله يرحم به والدين، سواء ما عايش في الكاموني او ساكن برا المغرب ويقدر يدير شي اضافه لهذا الملف هذا، حاولوا تتحدوا وحاولوا تلقاو واحد الصيغه اللي هي مزيانه وما تخليوش. لان انا مؤخرا كانت واحد الجلسه عند عرشان وحضرت ليها، ماشي ما حضرتش ليها، ودائما كما تنقول لكم عندي النيه ديال انني نعرف شنو تيدور. وفعلا تيبان لي داك السيد ما غايدير حتى شي حاجه، وما عمرو غايدير شي حاجه، وما عمرو غايدير شي اضافه لهذيك البلاد، وتيفكر غير كيفاش تولي عنده قوه انتخابيه في سيدي علي البحراوي، وكيفاش يصفي الحسابات ديالو حتى هو مع حسن الفيدال. يعني غنحلوا مشكل مشكل، يعني ما غتكونش شي حاجه اللي هي صحيحه وشي حاجه اللي هي يقدر الانسان يعول عليها. هذيك بلادكم. وواحد المره نبغي نختم بهذه الهضره هذه، كان عندنا لقاء مع العامل زيد واحد القديم اللي قبل حسن فاتح، وكان داروا معنا سيدي علي البحراوي على المطرح، على الاغلاق ديال المطرح ديال وجلت، وكان جبد القرعات حمرت الراس وما تيسحبش لي باننا حنا سلاليين، وعطى واحد التصور على انه شنو يقدر يدار تمايا وهو شنو بغى يعطينا. قال لنا مثلا كاينه اون ديشارج بيبليك في فوجلت، كاينه مزباله في فوجلت، راه كاينه مزباله في واحد البلاصه سميتها القرعات حمرت الراس، ولكن هذيك البلاصه راه ما كرهناش واحد النهار نشوفوا فيها لي زونطيل ونشوفوا فيها بزاف ديال الحوايج. وناض هي هذيك القايد ناض قال ليه ورا حمرت الراس راه ديال اي تعليم الحسن، هذو اللي مريحين معاك سيد تبهض. هي فين غايقول له واحد النائب قال ليه واعطيني شحال من قبيله عندكم، ما كاش عارف حتى شحال من قبيله كاينه، تيجيو الهضره تيوليو نائب سولاني ما عارف حتى شحال من قبيله كاينه، ما عارف واش خمسه ولا سته ولا اربعه. قال لي سيتي لي القبائل اللي عندكم والو. ولكن من بعد تفقا شي شويه، واخا هاد السيد هذا انا راه عارفو باقي تيلعب مع عرشان، وما عمرو غادي وعندو الحلم انه يتبع العرشان، وباقي تياخد فلوس على ديشارج بيبليك اللي كاينه تما، تيمرها مره يمشي، وكاين اللي تياخد العود تيقولك تيسرقو، راه ما تيتسرقش العود، العود راه ما تيتسرقش، العود راه تيتخلص عليه باش يتسرق، باش يكتب عليكم شي واحد ويجيو يشعلو فيها العافيه باش يغطيو داك الكاموفلاج ديال انها راه تحرقات. كذب عليكم حتى شي واحد في هادشي هذا كامل، هادشي واضح وباين. الا بغيتو حقكم راه كاين طرق قانونيه باش تاخذوه، وانا قلتها وقلتها شحال من مره، رفع دعوى قضائيه على بلديه تفلت لاستغلالها للمطرح والعشر هكتارات بدون شراء. اول نقطه اللي غادي تفرقع الرمانة في اي تعلي والحسن هي هذه. زائد حاجه واحده اخرى، تنطالبوا الوصايا باش تعطينا اللوائح النهائيه، واللي ما بقيتش من وصلت المحكمه مرحبا. والله يسمح لي انا راه حيدت شحال واحد ماشي سولاني ومبقاش يحملوني، كانوا مقيدين غير زايدين، مشيت الوكاله وعرفت منين جايين، وصلت المحكمة مرحبا، يجيب الدليل والإثبات ديالو أنه سولاني وغادي يضاف، راه تيكون أجل. المهم هذا الموضوع هذا باش ما نطولش هذا الفيديو هذا، تنتمنى من الله أنها تكون واحد الصرخة حية باش الناس تاخذ حقها بالطريقة القانونية كما تنقول، ماشي بالطريقة العشوائية، ولا يبقاو يستغفلوا فيكم، يبقاو يتفلاو عليكم جوج قيوش ما صايبين شغل، عارفين غا حاضرين غا فوكاشي يلقاو الجميلة باش يقولوا باع 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 باع.
بزاف كونوا تحشموا شويه. الله يرحم بيه ابو ديدي، تقوا الله. راه ما تنقولش نذكروا السميات، راه نجي نذكر لك السميات وشنو تديروا كيفاش درتي وكيفاش سميتو. راه دو تحيه لكم كاملين، تحيه لابناء ايت علي والحسن، تحيه لجميع السلاليين، وتحيه للناس ديال ايت ملك كذلك، تحيه طيبه.